ولمزيد من المتابعة، بعد القصف الإسرائيلي الكثيف على شمال قطاع غزة وبدء الهجوم البري على القطاع، ينضم إلينا الأستاذ محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذ محمد، يعني هل بهذا الهجوم البري لم تعد تجدي جهود وقف إطلاق النار؟ وبرؤيتك كيف سيكون وضع دخول المساعدات التي من الأصل كانت بحاجة لتسريع وتيراتها في ظل تردي غير مسبوق في الأوضاع الصحية والغذائية حذرت منه الأونروا؟ بالفعل لا، أنا ثاني هني. نعم أسمعك. بالفعل قطاع غزة يواجه الآن أزمة إنسانية قد تصل إلى حد الكارثة. هو يواجه بالفعل نقصا حادا في المساعدات، المساعدات التي نجحت مصر في إيصالها إلى القطاع حتى الآن قليلة بفعل التعنت الإسرائيلي والغربي، ومن ثم هو يواجه بالفعل مع تزايد عمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع أزمة كبيرة. حتى الآن لا توجد أي مؤشرات حول بدء القوات الإسرائيلية في الدخول إلى قطاع غزة بريا، ولكن القصف العنيف المتواصل من جانب القوات الإسرائيلية جوا ومن خلال المدفعية ومن خلال البحر على العديد من مناطق قطاع غزة، وخاصة في الجزء الشمالي الغربي من القطاع وتحديدا في منطقة بيت لاهيا ومدينة غزة، يؤشر على قرب بدء الاجتياح البري للقطاع، خاصة وأن الضربات المكثفة والتي تعد الأعنف على الإطلاق على قطاع غزة، وسواء في جولات التصعيد الماضية أو حتى في جولة التصعيد الراهنة في اليوم 21 لها هي الأعنف على الإطلاق، أسفرت عن انقطاع الاتصالات بشكل كامل داخل القطاع، ومن ثم قد تنظر إليها على أنها خطوة من خطوات التمهيد للاجتياح البري. كان لافتا في هذا الإطار أن الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن قاعدة العمليات الرئيسية لحركة حماس تقع تحت مستشفى الشفاء في وسط مدينة غزة، وهو ما يؤشر على أن الاحتلال ربما مقدم على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بقصف المستشفيات والمباني السكنية والأهداف المدنية المحضة. القطاع مقبل على أزمة إنسانية قد تصل بالفعل إلى حد الكارثة. نعم، يعني أستاذ محمد، أيضا كان هناك حديث عن وساطة مصرية قطرية حول المحتجزين الإسرائيليين أو الرهائن لدى حماس. هل باتت كل الوساطات يعني غير قابلة للتفعيل الآن؟ بالفعل كان هناك حديث جدي عن وجود وساطة مصرية للإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس الإسرائيليين لدى حركة حماس. وقد ينظر إلى الهجوم العنيف الذي تشنه إسرائيل اليوم الآن على القطاع بأنه ربما ينظر إلى أنه ورقة ضغط في إطار المباحثات، لا سيما وأن التقارير التي وردت أشارت إلى أن حركة حماس تطلب في المقابل بعض المطالب في مقدمتها الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، ولكن أيضا الإفراج عن بعض الأسرى في سجون الاحتلال. قد تحاول إسرائيل من خلال القصف العنيف الذي تشنه الآن سواء جوا وبحرا وحتى من خلال المدفعيه بان تقلل من اوراق الضغط، اوراق المساومه التي لدى حركه حماس، وان تحاول ان تقول بانها لديها خيارات اخرى في التعامل مع الشروط التي تضعها حركه حماس، ومن ثم تقلل من هذه المطالب. ولكن في المقابل قد تكون بانه بالفعل بدء الاجتياح البري ينهي ربما جهود الوساطه مؤقتا حتى تحقق هذه العملية ربما الأهداف التي وضعتها القيادة الإسرائيلية، والتي هي أهداف أخذة في الانحدار وأخذة في يعني لا تجد إسرائيل أهدافا حقيقية حتى الآن تستطيع أن تقول بأنها تمثل انتصارا لها، ومن ثم هي أهداف مسقطة حتى الآن لا نستطيع الجزم بأنها يمكن تحقيقها. إذن أنت ترى أن هذا القصف الكثيف الذي لم نشهده في الأيام الماضية هو ورقة ضغط إسرائيلية، وأن من الممكن تفعيل جهود وساطة أو تدخل من قبل دول للتهدئة؟ بالفعل قد تكون ورقة ضغط. لا تزال الجنود المصرية متواصلة ل الحيلولة دون توسع رقعة الصراع، توسع وتمدد العمق.
قد يعني الجهود المصريه وصلت الى نقطه متقدمه للغايه فيما يتعلق ب تبادل المحتجزين او ربما الافراج عن بعض المحتجزين الاسرائيليين لدى حركه حماس، وقد يكون القصف المتواصل الان من جانب اسرائيل ورقه من اوراق الضغط التي تحاول من خلالها تقليل المطالبات التي قد تقدمت بها حركه حماس. ولكن يعني توقعاتك للمراحل القادمه ان كانت بالفعل قد بدات هجوما بريا، وقيل ايضا ان هناك هجوم من قبل البحر، فما هي توقعاتك للمراحل القادمه؟ يعني حتى الان الامر ما زال ضبابيا بشكل حد كبير. اسرائيل تحاول، كانت قد اعلنت في البدايه بان هدف عملياتها البريه ان تمت هو القضاء التام على حركه حماس بشكل تام، ولكنها عبرت عن هذا الهدف بعد ذلك وقالت ان الهدف سيكون ربما تحرير المحتجزين وربما القضاء على بعض المتسربين حسب وصفها او القضاء على بعض العبوات وما الى ذلك. اللافت في هذا الاطار ايضا ان تقارير اسرائيليه قد اشارت منذ قليل بان وزاره الصحه في اسرائيل قد امرت بعض المستشفيات ربما في مدينه تل ابيب وفي بئر السبع لافراز بعض الاجنحه والغرف لاستقبال المحتجزين الاسرائيليين لدى حركه حماس ان جاءوا مصابين. لا يعد دليلا على ان العمليه البريه قد تفرج او قد تسهم في الافراج او تحرير هؤلاء المحتجزين، ولكنه قد يضيف يعني عاملا مساعدا للطرح الذي اقترحناه من قبل بانه القصف الحالي قد يكون ورقه ضغط في اطار المفاوضات لتحرير هؤلاء المحتجزين. نعم، يعني هناك أيضا يعني الجهود المصرية متواصلة منذ بداية الأزمة هناك، ولكن يعني في أيضا جهود كانت لإدخال المساعدات لغزة وما زالت موجودة. برأيك كيف سيكون الوضع الآن؟ هل سيكون بالإمكان إدخال مساعدات؟ وخاصة أن الوضع في غاية التردي، الأرقام، أرقام الشهداء، أرقام الجرحى، أرقام القتلى من أو الشهداء من الأطفال، فكيف سيكون وضع المساعدات الإنسانية؟ يعني لا يزال ملف المساعدات الإنسانية في مقدمة أولويات الجهود المصرية منذ اندلاع جولة اقتصاد الرهينة وحتى الآن، ولكن مع استمرار هذا القصف العنيف من جانب الاحتلال على قطاع غزة ربما لن يسمح بإدخال المزيد من المساعدات اليوم، ولكن إذا توقف هذا القصف ربما تستأنف عملية إدخال المساعدات. لا سيما وأن مصر قد حققت اختراقا وجهودا كبيرة في هذا الإطار، أكثرت عن دخول ما يزيد على 80 شاحنة حتى الآن إلى داخل القطاع. إذا لم يكن الاجتياح البري قد بدأ وكانت العمليات الحالية هي عمليات مؤقتة، فإن عملية إدخال المساعدات قد تستأنف، ولكن إذا كان اجتياحا بريا فيكون الصعب للغاية استئناف عمليات المساعدات ومن ثم زيادة الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع، لأن إذا كان القصف على أشد في الوقت الراهن وإذا استمرت العملية العسكرية والعملية البرية فمن المحتمل أن تعاود إسرائيل قصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني لإعاقة إدخال المساعدات ومن ثم يزيد أو تطبق الحصار بشكل أكبر على القطاع. طيب، هناك يعني سؤال أيضا حول ما إذا كانت إسرائيل قد بدأت الهجوم البري. مصر حذرت من قبل وبعض الدول من أن ذلك سيؤدي إلى تصعيد على المستوى الإقليمي، كيف ترى ذلك؟ بالفعل إذا أقدمت إسرائيل بالفعل على اجتياح بري لقطاع غزة ربما يحمل هذا مجموعة كبيرة من المخاطر والتحديات. أول المخاطر ستكون مخاطر على اسرائيل ذاتها لان عمليات بريه هي لا تزال عمليه غير مضمونه في النجاح، التجارب التاريخيه تبرهن على ذلك. اذا نظرنا الى محاولات اسرائيل لاجتياح القطاع عام 2006 بتحرير الجندي المختطف جلعاد شريف نجد ان منيت بهزيمه كبيره، لم تنجح في تحرير الجندي ولم تنجح في تحرير الجندي الا بعد 5 سنوات من خلال وساطه مصريه للتحرير. في عامي 2008 و2014 فشلت اسرائيل في اجتياح القطاع، ومن ثم العمليه الحاليه قد ترتب مزيدا من المخاطر على اسرائيل ذاتها، لا سيما مع وجود المحتجزين الاسرائيليين داخل القطاع ووجود ضغوط كبيره داخل اسرائيل من جانب اهالي هؤلاء المحتجزين على الحكومه الاسرائيليه لتحريرهم. اذا ما تنظرنا الى
الشق الثاني من التحديات والمخاطر والمرتبط بتوسع رقعة الصراع، نجد أن أطراف إقليمية قد حذرت بشكل واضح بأن ربما الاجتياح البري لقطاع غزة يمثل خطا أحمر بالنسبة لها، إذا أقدمت إسرائيل عليه ستنخرط هذه الأطراف بشكل واضح في العملية، ومن ثم ينذر ذلك بتمدد رقعة الصراع وتمدد وتوسع التصعيد ليشمل دولا أخرى. هذا من شأنه أن يركب تهديدات لمنظومة الأمن الإقليمي برمتها، ستتطال تداعيات كافة الدول الإقليم بشكل غير محسوب، ولن يعني لن يكون في الإمكان بعد ذلك تخيل مآلات هذا الصراع وسيناريوهاته. يعني منذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر إن صح التعبير، إسرائيل كانت تلوح بأنها ستقوم بغزو بري. لماذا تأخرت في هذا الاجتياح وفي الغزو البري وتبدأ الآن؟ هل تعرضت لضغوط دولية وفشلت الآن هذه الضغوط فقامت بهذا الغزو البري أم ماذا؟ منذ بداية عملية طوفان الأقصى طرحت إسرائيل على طاولة قراراتها أن تقوم بغزو بري للقطاع، ولكن هذا الأمر وجه بمجموعة كبيرة من التحديات. أولا أنه لا يوجد هدف محدد قابل للتحقق والتطبيق من جراء الغزو البري، تعرضت لضغوط كبيرة من جانب الولايات المتحدة لأنه بجانب عدم وجود هدف قابل للتطبيق من جراء الغزو البري، فإنه لا يوجد سيناريو لمآل السيطرة على قطاع غزة بعد الغزو البري. ماذا سيحدث في القطاع بعد الاجتياح البري الإسرائيلي؟ هذا أمر مهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، وقد حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من هذا الأمر. العنصر الثالث ما يتعلق بالمحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مصير هؤلاء لا سيما وأن القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر وحتى الآن ربما أسفر عن وفاة نحو 50 أسيرا أو محتجزا من هؤلاء المحتجزين داخل القطاع، ومن ثم إذا ما أقدمت إسرائيل على الاجتياح البري من شأن ذلك أن يعرض حياة المزيد من هؤلاء المحتجزين إلى الخطر. وإذا نظرنا إلى أن هذه الورقة تمثل ورقة ضغط كبيرة في الداخل الإسرائيلي والاحتجاجات التي أو المظاهرات التي نظمها أهالي هؤلاء المحتجزين في الأيام الماضية وربما أمام السفارة المصرية في تل أبيب، يوضح انها ورقه ضغط كبيره على الحكومه الاسرائيليه برئاسه بنيامين نتنياهو، وهو امر ربما اسهم في ارجاء او تاجيل عمليه الغزو البري حتى الان. التحديات كبيره تواجه هذا الاجتياح البري سواء على الجانب الاسرائيلي، بالاضافه طبعا الى التداعيات الكارثيه على المستوى الانساني داخل قطاع غزه. نعم، يعني ايضا نتحدث منذ بداية هذا الهجوم عن قطع في الاتصالات، عن تصريح من الأمم المتحدة أن غزة ستتكبد وبلا غير مسبوق من المآسي. وتعتقد هل لم تعد الأمم المتحدة الآن لها دور على الساحة الدولية؟ يعني إذا نظرنا إلى جولة التصعيد الرهن نجد أن الأمم المتحدة سواء على مستوى المسؤولين او على مستوى مجلس الامن قد عجزت عن التعامل مع التصعيد الجاري او الدعوه الى وقف اطلاق النار على اقل تقدير. هذا مرده الى الاستقطاب الحاد داخل المجتمع الدولي من جانب ازدواجيه المعايير في التعامل مع الاحداث في منطقه الشرق الاوسط والعالم من جانب اخر. يعني بالاضافه الى ان اسرائيل تمارس عدوانها الحالي على قطاع غزه بدعم غير مسبوق من جانب الولايات المتحده، وهو ما ظهر في تقديم الولايات المتحده حق النقد بحق مش وعي قرار داخل مجلس الامن من جانب قدمه من جانب روسيا والبرازيل للدعوه الى وقف اطلاق النار. فشلت الامم المتحده حتى الان في التعامل مع الامر، الجمعيه العامه للامم المتحده واجتماعها الاستثنائي لمناقشه العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه ربما هو يعني قرارات الجمعيه العامه في كل الاحوال قرارات غير ملزمه تمثل موقفا سياسيا اخلاقيا فقط، ومن ثم فشلت الامم المتحده في التعامل مع الامر. مرد ذلك الى ازدواجيه المعايير لدى المجتمع الدولي بشكل واضح. المجتمع الدولي الذي ادان سقوط المدنيين داخل اسرائيل يجد حرجا كبيرا وبالغا في ان يدين الممارسات الاسرائيليه داخل قطاع غزه واستنزاف اسرائيل للمدنيين ووقوع اكثر من 7000 شهيد حتى الان وعشرات الالاف أو الآلاف من الجرحى حتى الآن، وهو رقم
مرشح للزياده بشكل كبير جدا اذا ما اقدمت اسرائيل على اجتياح القطاع برين. نعم أستاذ محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.